Mohammedia, the president of the Prefectural Council of Mohammedia, the representative of the IEEE institution and its advancing technology for human society, the representative of the IEEE Moroccan section. المؤتمر هذا دولي، يعتبر مؤتمر دولي كتشارك فيه كثير من الدول، خاصة دول من أمريكا وأوروبا وأسيا. الموضوع ديالو كيهتم بجميع المسائل اللي تتعلق بالحياة اليومية للإنسان، وخاصة منها الميادين الصحية والتربوية والصناعية كذلك. تيشارك في هذا المؤتمر جميع الطلاب اللي تيحضروا الدكتورات ديالهم وجميع الاساتذه المحاضرين. دكتورال كونسيل اوف محمديه هير هيد اوف انستيتيوشن اوف حسن دو سيكند يونيفرسيتي فيس بريزيدنت اند اوف حسن دو سيكند يونيفرسيتي اوف كازابلانكا. هذا المؤتمر هو مؤتمر علمي يجمع مجموعة نخبة من الباحثين الذين أتوا من مجموعة من بقاع العالم، منها اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، الجزائر، تونس والمغرب بطبيعة الحال. والهدف منه هو مؤتمر علمي حول التكنولوجيات الحديثة لوبتيميزاسيون، يعني لوبتيميزاسيون دون لي سيستيم الروبوهات مثلا، او الذكاء الاصطناعي. وهذا المؤتمر يمتد على يومين، هو فيه محاضرات يقوم بإلقائها نخبه من الباحثين على الصعيد العالمي.